ايه هانتوما غادي تشوفوا معايا اليوم واحد الفلوج زوين درت معاكم التصويرات. هاد الوالده كان هديه ليكم. مشينا خرجت العروبيه ديالنا فين قريبه لنا الصراحه، كنمشيو غير ب5 دراهم. تما خرجت درت معاكم فلوج، انا نيت كنت محتاجه نخرج، كنت محتاجه نخرج نمشي انا نشم الورد وهذا، وخا جاتني حساسيه ما نقولش ليكم. المهم مشيت لهاد البلاصه عرفتو، ما لقيتش الورد معاه. هاد النهار بالضبط بداو الناس كيحسدوا، هاد النهار بالضبط بدا صافي. وعاد مشيت عند البلايصه هذه هي اللي لقيت فيها هذا النوار احمر، راك شفتو باقي فيها واحد شويه زرع خضر. انتم غادي تشوفوا كل شيء، غادي تشوفوه معايا ان شاء الله. واختي ما تنساوش تشجعوا لا فيديو ديالي اختي، وتزيدوا تدعموني اختي، لي كومونتير راه كثروا لي كومونتير والبارطاج. وهنا الخوت جيت نوريكم هذه صورتي في الربيع، نيت في نفس البلاصه، ماشي في نفس البلاصه بالضبط ولكن مهم في الربيع باش تعرفوا راه الدنيا كدور، ما كنعرفوش شنو جايب لينا الله. والله السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكون كلشي على خير وبخير. زكا هادشي مع عندنا ولاد اختي وتشافوا مع سي محمد، هو تيضربهم هما تيضربوا، ما تيضربهم هما تيضربوا. شوفوا تقيسوا ضربك، يلا احترم خالك سير، تيخافوا مني احترم. دابا جاي تتكركر. ايوا قلت لكم الخوت اتو عييت الصراحه في الدار وداكشي. اليوم خارجين العروبيه ديالنا فين زادت امي وبا وداكشي، خارجين نمشيو عند واحد خالتي مسكينه كانت فيها مرض الخيب وفتحات وما مشاوش عندها. ايوا صافي وغادي عندها دابا. ايوا وقالوا لي يلا، قلت انا نيت نمشي نصور معاكم فيديو ونمشي نسي. شوفوا على عينين كي صابحين والله الا عرفتي بقات فيا ديك الغده ديال لاكارت ما نقولش ليكم. مشيت تمارة طلع ورقه، جيب ورقه طلع ورقه، خفت عاوتاني نقول شي كلمه يضربوا لي الفيديو. ايوا مهم الخوت هانتوما معايا بلا تيصور لكم السي محمد اختي الاوفيت الاوتفيت ديالي، اوفيت الاوتفيت ديالي وهانتوما معايا. مزحش شي قلتي. المهم الخوت هذا هو اللي البيسه اللي لبس، راكم عارفين زعما نكون خفيفه ونكون مجموعه باش هكا نبقى ندوز من الكروسه وهكا نجي ساهله. سي محمد ما بغيتش نجبد نلبس زعما داكشي ديال الجزائر ولا ولاد اختي. باغي واحد تيبغي يبان معايا سير حالي، واحد ما تيبغيش يتصور بحالو بحال سي محمد. هو المهم الخوت هذا هو هذه هي اللبسه زعما اللي لبست مجموعه وهذا ما عرفتش. صافي شويه البرد حيت حنا غاديين دابا مع ديك 8:30 دابا غاديين وفهمت راه يلا غنمشيو غنمشيو نركبو في البي في البيكوب. شحال هادي مركبتش في البيكوب؟ شحال هادي مشيت لديك العربيه ملي كانت ها قال لكم اختي حنا تنركبو في العود وركبو في الحمار. شحال هادي ما مشيت عرفتو ملي ماتت مرات عمي، ملي ماتت مرات عمي ما مشيت لتما. ايوا المهم مشيو دابا. يلا سعيده هايطو خديتك يلا. ها هي المهم هنا هاد البلاصه راه كنستعمل الناس جالسين، ما يمكنش غنبقى نسدهم. هنا فين طحت بالكرسي هنايا زغميت ليكم فهاد الساعات، هبطت بيا الكروسه تتحكوا ليا الرجلين، هاد التكسيده نيت خطير. المهم هنا كنصوركم معاكم القيطه، القيطه في الطريق هادي باقي هنايا في زحيليقه. هنا شوفوا البقيرات في الطريق، صراحه كانت تيتحب لي غنلقى الخضوره بزاف الساعه كيف ما قلت لكم في قبل. اليوم فين بدا الحصاد هادو غير شجر الناس ملصقين، وهذا اليوم بداو الناس يحصدوا. قال لك يعني الزرع طاب، هادي الروضه ديالنا فين كيدفنوا العائله وداكشي. هنايا في البيكوب اختي غاده ملي كنوصل للروضه كتسالي لك الدنيا في عينيك والله، كتقول يا ربي غير رزقنا حسن الخاتمه وما السابقون ونحن اللاحقون. المهم شوف الخريجه ديال هاد الروضه، اجي مشديتش معكم واحد القيطات زوينين هنايا بلاكات وداكشي. شوفوا نضادرين راه فين ما تنمشي راه غتشوف واحد المشكل عندي في عيني تيلاحظوها بزاف الناس، عين بدات كتهبط ليا كتسد الخوت. راه ما عرفتش واش شي مشكل، شوفوا هنايا البال ما عرفتش من طونسيو ولا من الحرق اللي كيجيني ولا من اللي كنتعصب. هذه دار الاب ديالي، باقي غنرجعوا في الطوال كل انا وسي محمد وغنصور معاكم. راه ما بقى فيها دابا حتى شي واحد، مني ما تمرات عمي صافي كلشي تفرق. مشاو شوفوا هاد المحيحلات وهذا الشيء، كنشارك معاكم القيطه والقيطه. هنايا فين درت لكم داك الريل الاول صورته هكا غير بقى نحطه في ستوريات، شفتكم الوريضات هنايا البقيرات هنايا هاد المحاحل هنايا هاد البقيرات هادو اختي.
ايوا صافي هنايا راه وصلنا، غادي ننزلو هنايا مسكين السي محمد، عاوتاني نزلنا وباقي الطريق بعيدة، يعني بيست مازال بعيدة. هانتوما غا الحجر تعذب ديال بصح تعذب. هانتوما هنا شوفو هاد المناظر شحال زوينة، شوفو هنايا هادي هنا هي هاديك ديال التراكتور، معرفتش شنو يسميوها. هانتوما كيف ما قلت هنا يمكن ما محروتاش، المهم مثلا فرقت اختي ما بين محروته وما محروتاش. شوفوا هنايا يعني في ترينات القدام، جيت نذكركم بيهم. هنا جاني هذا الحيط بحال شفت شابوين وداك التخربيق، جيت درت فيه واحد الفيديو، جيت صورته فيه ونيت كنهضر معاكم كنقول لكم راه وصلت، وما عرفتش وحبست تحبست الصوت ما فهمتش. وهنايا صافي هنايا هذا هو حدا الدار، وجيت نصور لكم السماء. شو كاينه الشميشه ولكن كاينه بارده، قلت بعد الحمد لله، حيت كون خرجت في الشمس قاصحه كون كليتها، حيت راكم عارفين ما كنخرجش بزاف، ونهار تنخرج تناكل. ايوا صافي اختي انا وماتريالي صويكي في ما كنمشي كان تنديرو وصافي. صافي هنا جيت تنصور لكم هنايا لقطات، تشوفوا معايا وشوف مشيت الكليب هنايا. صافي هنا غادي نراجع شو داك الشانطي، كله الشانطي اللي وريتكم من قبل كله غنضربو انا وسي محمد بالكروسه والعذاب. عاوتاني مره لقاو الحجر، مره لقاو السكين، مره لقاو كلشي. الله يحفظو ليا والله يخلي ليا، وديما صايب بيا مسكين وهو ضاحك. الله يحفظو ليا يا ربي. هنا درت اختي الجيري كان البرد، ما عرفتش اش كنت كنقول لكم والله ما عرفت، ما عرفتش اش كنت كنقول. مهم حنا دابا راه حنا خارجين اختي غاديين. شو داك الحجر صراحه ما كرهتش انا نمشي نجلس فوق هاد الحجر ونتصور، ولكن مما مشيت نحب السي محمد نقول السي محمد صورني هنا، السي محمد حطني هنا، السي محمد داير ليا مسكين الخاطر والله ما كيقول لي لا، ولا يقول لي لا ما نصوركش ولا عادي ولا لا ما تيقولهاش لي. ايوا صافي هنا ها نتوما راه ما كاين الحصاد، شوفوا هنا الرمله كنصور معاكم. هنا تعنكشت تعنكشنا، عاد كندير معاكم لقطه بلقطه، شوفوا تعنكشنا انا غندير لكم. مرجعني سي محمد مسكين باللور، وتبارك الله تبارك الله تقاليد تنتقال على الكرسي، والكرسي يعني خاسر ليه. هانتوما كيبان لكم رجلي مره كيمشيو هكا مره كيمشيو هكا. ايوا الله يحفظه صافي، الله يشافينا والله يعفو عليا منها وصافي. ايوا صافي هادي هي الطريق دابا غادي، راه باقي لنا واحد الطوال واحد البيست نيت، عاد نخرجوا للشانطي. غادي يمكن نحبس معاكم التصوير هنايا تنوصل للشانطي. ها حنا وصلنا للشانطي السكين، فما تبان لي شي وريضه حمراء تنبغي نشاركها معاكم، شي وريضه حمراء تنبغي نشاركها معاكم. المهم غادي انا وسمح نشوفوا انا من تنخرج مع التصوير تنسى تنعيش اللقطه، واخا رغم انني تنكون يعني خاصني نتنفس وهذا، المهم تنبغي مهم. واخا ما كان زعما ما كنستافد والو من هذا الشيء، بحال كندير شي بحال شي هوايه ولات عندي. صافي هذه هي الدار ديال باتبا هنايا فين كانوا ساكنين وداك الشيء. صافي صورت معاكم هذا الفران، وصورت معاكم كل شيء. هانتوما هاد البلايص عرفتي راه صراحه والله هاد السكنات زوين، وجلسوا فيهم والراحه كيكونوا النص مصبوغ بالاحمر والنص بالزرق، وداك الشيء تتكون الراحه. شوفوا غير السما كيفاش تتبان مع الارض عايشي، ولكن انا ما نقدرش زعما نجلس، ما نقدرش بزاف كضيق نفسي، ما نقدرش تنبات، ما نقدرش. شو نهار اللي مات مرات عمي جلست كان رمضان وداك الشيء الوحده، مشيت جيت صافي هي فاش مرات سمح محمد ديتو سويتي. المهم هنا كنسالي معاكم الفلوق، نتمنى يعجبكم.